باش للتوضيح، وهذا اللقاء كان داخل في اطار البرنامج ديال اللجنه المركزيه للتحكيم. هو شنو هو؟ ان الانفتاع للمحيط الخارجي، والاول اللي كنا قلنا ان خصنا نتلاقاو مع المسؤولين ديال الانديه اللي هما اللي معنيين بالامر، ولقاء مع مع مع, مع الاعلام. لان باش ونظن بلي ان هذا لقاء ايجابي، كنعتبره ايجابي، وطبعا الحال مازال غادي نستنطوا النقاش ديال حنا مستعدين نسمعوا النقاش والانتقادات الى كاين، لان من يسمى يكون في هذه المسؤوليه هذه حسب اللجنه المركزيه للتحكيم الا هو معرض للمساءله والنقد، وحنا مرحبا به النقد، وحاجه اللي كتخدم الرياضه مرحبا بها، واللي كتخدم خاصه التحكيم مرحبا بها، ولا كانت شي اقتراحات اللي هي ايجابيه غادي نتقبلوها بصدر الرحب. وحول المهم احنا خلينا نزيدوا لقدام انه اللي كيهمنا هو كره القدم المغربيه. اللقاء صراحه جا في الوقت ديالو، لانه جميع المتداخلين في اللعبه محتاجين لهذا اللقاء هذا. لماذا؟ لربط هذيك الثقه بين جميع المتداخلين ومع الحكام، لانه لا يختلف اثنان انه صراحه الخرد زلام واحد المرحله شي شويه كريتيك، مي في بارتي دو جو. واللقاء ان شاء الله غادي يكون مثمر، والهدف منه ماشي المساءله او المحاكمه اكثر ما انه الهدف منه غادي يكون هو اون شيرش ا ايفولوي، نزيدوا لقدام. حنا كحكام نعاتبوا على المتداخلين شنو كنعاتبوا عليهم، والمتداخلين يعاتبوا على الحكام، يعني المسائل اللي هما ما كتعجبهم في الحكام، في واحد الاطار ديال الاحترام، واحد الاطار ديال التاخي، واحد الاطار ديال حب الخير لكره القدم الوطنيه. لانه الا ما كانش عندنا واحد الانسجام مع في المنظومه كامله وفي العائله الكرويه كامله، فكنظن غتبقى دائما هذاك لو كونفلي اللي ماشي في صالح حتى شي واحد. يعني كره القدم الوطنيه محتاجه ان جميع المتداخلين يكونوا في واحد التناغم في اطار تنافس شريف. تقريبا فكره جيده جدا، لانه في هذا اللقاء التواصلي السيد رئيس الجامعه بغى يبين في المنظومه الكرويه الكيفيه الاشتغال ديال الهيئه ديال التحكيم والمديريه ديال التحكيم، ومن اجل كذلك هذه المنظومه تطويرها، لانها تعد يعني طرف جد مهم في تطوير اللعبه التحكيم. واكيد بانه هناك عمل جبار كيتقام به، ولكن الكل كيجهله، خصوصا المسؤولين ديال الانديه والمدربين. حنا كمدربين يعني اليوم تبين يعني بتفصيل، وفي هذا الجزء الاول اللي شفناه بانه تبين العمل ديال المدير ديال التحكيم، علما بانه اعترفوا بان هناك اخطاء، ولكن اللي ما كيغطاش راه ما كيشتغلش. واظن بانه ملي الناس اللي داخلين في المنظومه كيوليو يعرفوا كيفاش كتشتغل، كيوليو يعرفوا بان كان مجهود كيتقام به. اكيد بانه مع العمل ومع يعني هذه الاستراتيجيه اللي موضوعه، واكيد بانه مع سنوات اكيد بانه المرحله ديال التطوير غادي تجي من بعد، لانه ما نساوش بانه في السابق ولا احد كان كيعرف كيفاش كتشتغل المديريه ديال التحكيم. نظركم واش جا في وقته هذا اللقاء؟ جا في وقته، لانه قتل القيل والقال، ولا النقد. وبعض الاحيان كيكون النقد اللي كيكون ماشي بناء، النقد اللي كيقدر يعني يقيس بهذه الهيئه. واظن بانه جا في وقته على اساس باش هنا يكون نقاش في دائره مستديره مع كل المتدخلين في اللعبه. اللقاء هذا فرصه اولا لصلة الرحم ما بين العائلة الكروية في الوطن ديالنا، سواء رؤساء أندية مسيرين أو مدربين أو حكام، لأن كتعرفوا هذا الثلاثي هذا هو اللي هو اللي واخد المشعل ديال الكرة. إذا لا بدا كل لقاءات تواصلية بحال هذه، أولا ليطي دوك الخلافات اللي كتوقع أثناء المقابلات، كل اللي كيشوفها كل واحد من الزاوية ديالو من المنظور ديالو. وصراحة باش يعني هنا ما جيناش اليوم للمحاكمة ديال الحكام على القرارات ديالهم، لأن كنعرفوا كاينين أخطاء، والأخطاء داخلين في اللعبة. بالعكس اليوم هذه فرصة باش يكون لقاء ونفكروا في المستقبل. كل واحد يقوم بالدور ديالو من الموقع اللي فيه. الحكم هو قاضي ويتخذ قراراته بناء على القناعة القانونية أولا،
ثم على سلطته التقديرية. المسؤول أو المسير عنده الدور ديالو كذلك أنه يساعد هذا الحكم في القيام بالمهام ديالو كما قلت وفق ما يقتضي القانون. وبالتالي أظن بأن هذا اللقاء في هذه الشكلة هو لقاء يعني في واحد المستوى اللي أرجو أن نرقى وأن نسموه، خصوصا حينما يعني نمشيو للتساؤلات، أنه يكون ليس لقاء للمحاكمة بقدر ما هو لقاء للتصحيح والاستشارة في المستقبل. هذا اللقاء من أهم اللقاءات اللي خصها تكون متداومة، لأن كاع هذوك المتدخلين ديال كرة القدم خصهم نقاش دائما دائم ومتطور باش التنمية ديال كرة القدم تمشي على قبل. كاين دابا فاش نشوفوا بزاف ديال المتدخلين ما عندهمش قناعة بيناتهم، شي تيرد بال من شي وشي ما تيفهمش شي وشي هادشي. هاد التدخلات هادو وهاد العمل هكذا متكامل تيرد الناس متكاملين باش كرة القدم تمشي وتنمى وتوصل للمبتغى ديالها ان شاء الله. اخباركم سي عبد الخالق واش جا فوقتو هذا اللقاء؟ هو ديما فوقتو، كان ضروري ديما ضروري، خاص هاد اللقاءات يكونوا متكررين باش كرة القدم تنمى.